اللقاء ديال اليوم هو لقاء مع واحد المكتب ديال الدراسات اللي مكلف المسح الجوي لجامعه تمسياكه كل بما جميع المداشر ديال المراكز ديالها. الاول تمسياكه كذلك اخربان هو المركز الثالث ديال موسى بوزوق ديوان. فعلا تتعرفوا انه الجامعه التمسيه يعني تتوفر واحد يعني واحد تصميم تهيئه جماعي اللي تمت المصادقه عليه من 2010 2011، ولكن تتعرفوا انه البنايات المحدثه في 2011 يعني ذاك الربيع اللي قلنا الحزحف العمراني اللي كان في 2011 يعني واحد مجموعة البنايات غير مرخص لها يعني غيرت من الملامح والمعالم ديال هذا البلان ديماجمون كومينال، وبالتالي اصبح من الضروري انه خص يكون واحد المسح جوي مختلف المداشر ديال جامعه تمسيه، وبالتالي تكون هذه الوثيقه هذه واحد الوثيقه للدعم والترافع بها من لدن الوكاله الحضريه لاكادير، وبالتالي لاعاده هيكله هذه يعني المناطق والمداشر والدور التي تم اضافتها وتم بناؤها في هذا 2011. نتمنى انه الوكاله الحضريه يعني تسمعنا بكل يعني صدى رحب، نتمنى انه يعني تكون يدها في يد جامعه تمسيه للترافع كذلك لفك المشاكل التي تعاني منها سكنة تمسية بمختلف مشاربها، ألا وهي مشاكل ديال الربط دور الساكنة بالتيار الكهربائي ثم الماء الصالح للشرب، وبالتالي كذلك بنية تحتية أخرى من طرق إلى آخره ومدارس كذلك ومرافق عمومية التي تحتاج هذه الساكنة. انتظارات ديالنا من هذا اللقاء كان طبعا هو يعني الخروج بمقاربة مجالية التحولات المجالية اللي حضرت هنا في التمسية على مستوى الواقع، خاصة بعد الربيع العربي الذي يعني أثر كثيرا في المجال ديال التمسية، بحيث أن هناك بناء عشوائي زاد في جميع المناطق ديال التمسية، ولكن لما حضرنا اللقاء تفاجأنا بأن العرض هو تقني محض يخص الدراسات التوبوغرافية، بحيث أن العرض ركز أساسا على يعني التقنيات المستعملة في التصوير التوبوغرافي، المسح الجوي ثم المسح الأرضي، استعمال مجموعة من يعني التقنيات المتميزة. هذا شيء جميل، ولكن بالنسبة لنا نحن كفاعلين في التنمية هنا في التمسية وكان الناس ديال المشاركين يعني ما وصلناش النتائج المنتظرة، كان يعني هذه أمور وتنطلبوا أن يعني كان منتظر أن هذا اللقاء هذا وهذا العرض ديال التقنيات يدار في إطار يعني مع المصلحة التقنية داخل الجماعة، ربما الخروج ب يعني الخلاصات والاستنتاجات واخذ الاجراءات التي ممكن تاخذها يعني تهيئه منطقه تمسيه جميعا. شكرا.